ليه سبتيهم يعملوا فيكي كده؟ كل ده بسبب ايه؟ لما سافرت وعدتك ان انا هرجع تاني، بس كان لازم اخليك انت كمان توعديني ان انت تخلي بالك من نفسك. انت كمان غالية عندي اوي، مش انا الواحد اللي غالي عندك. فوقي يا ليلى، فوقي، ما تسيبنيش لوحدي، انا محتاج لك. انا وانت تعبنا في الدنيا دي جامد قوي، ما شفناش ولا يوم راحه. من حقنا دلوقتي ان احنا نرتاح، نرتاح لو ساعه واحده بس نبقى مع بعض. اصحى وانا مش هسيبك تاني ابدا، هفضل طول عمري جنبك. ورحمة أبويا اللي عمل فيك كده مش هسيبه في حاله، حتى لو آخر يوم في عمري. بس أنتي أمي، هفضل جنبك ومش سيبك تاني ابدا. ادي احنا اتشطفنا وغيرنا وكمان لبسنا جديد في جديد. فاضل ايه؟ فاضل اعمل لك المام. بص حبيبي خليك قاعد هنا، خليك هنا كده. اروح اشوف مين وبعدين اجي اعمل لك المام يا حبيبي. اوعى تقع. ايوه منى حقيقي بصراحه. كنت فين يا حبيبتي؟ ادخلي يا منى، ادخلي يا ضنايا، ادخلي يا منى. ايه يا حبيبتي احكي لي، انت فين؟ ايه ده؟ وايه اللي انت لابسه ده؟ انا اتبهدلت قوي يا مصحر. الكلب اللي اسمه علي بقى واشترى فيا. معلش يا حبيبتي احكي لي، احكي لي كل حاجه. هحكي لك، بس الاول قولي لي معاكي فلوس لحد ما اسحب من البنك؟ وده سؤال يا منى؟ ده انا لحم اكتفي من خيرك انت وابوك، يا الف رحمه ونور تنزل عليه. واللي انت عايزاه ومحتاجاه موجود يا حبيبتي، موجود يا نور عيني. ثانيه واحده، ثانيه واحده يا دنايا. يا جمال مين هياكل الاكل ده كله؟ مش اكلتك دي يا وحش؟ تمام بابا خلاص، مش قادر. مش قادر ده ايه؟ يا عم انت عشان رحت المستشفى وشفت حبيبتي القلب شبعت. انا ليلى ببص لها بس بشبع. ايه يا عم الكلام الكبير ده؟ انا هو متجوز ثلاثة ما اعرفش اقول حرفين من اللي انت بتقولهم دول. لقول لي بابا صحيح، هو انت بتحب الثلاثة؟ الحب زرعت ربنا في القلوب، كل زرع ليها لونها وطعمها وريحتها، عشان كده تلاقيني بحب التلاته. مين بتيجي على حساب مين، مين اكتر من مين، ما اقدرش اقول لك. انا براعي ربنا فيهم، وطالما هم مبسوطين يبقى خير. غريب انت بابا. انت بقى ناوي على اني زرع فيهم، ليلى ولا تولين؟
الاتنين غير بعض خالص. تولين محتاجة لي أكتر ما أنا محتاج لها بكتير، بس طول الوقت كانت بتحاول تساعدني وتقف جنبي. زمان كنت بساعدها عشان اطلعها من السجن اللي هي فيه، دلوقتي بساعدها عشان ترجع لأهلها. إنما ليلى بقى دي الست الوحيدة اللي غيرت لي حياتي، دي الست الوحيدة اللي خلتني ما أكملش في اللي أنا فيه. كنت دايما بتكلم معاها وأنا مرتاح، مش حامل هم بأي حاجة أبدا. عارف يا بابو لما شفتها في المستشفى حسيت إن حياتي كلها انتهت، كل حاجة راحت ومش ترجع لي تاني. أول ما فتحت عينيها وبصت لي حسيت إن روحي رجعت لي، إن هرجع أعيش تاني من جديد. خد يا وحش. حب على يدك يما تسامحيني. ما تدوش امك. واسمع، انا رميت مرتك بره ونظفت البيت من نجاستها وعفيت يدي عن دمها، اما انت اطلع بره، مش عايز اشوفك هنا تاني. اخرج بره. امك ماتت، امك ماتت، وجنة ربنا اتحرم عليك. الو. ايوه. ايه؟ شوقي كان عند نوح. انا كنت متاكد انه هو ورا ده كله. اسمع، خليه تحت عينك وتبلغني بتحركاته كلها، فاهم؟ تصور اللي جرى لي هناك يا عمر. انا كنت بموت، بموت في كل لحظه. دول مش بني ادمين، دول وحوش، ناس مقرفه. ريحتهم وشكلهم وصوتهم، والله العظيم انا كنت بحس ان انا في كابوس، كابوس وهموت اصحى منه. شيء بشع. سابوك ازاي؟ بعد ما نواطي مضاني على كل حاجة، أمي وجات قالت لي كلمتين خايبين، قالت لي كفاية كده اللي حصل فيكي يا حبيبتي، مش عايزة يحصل فيكي أكتر من كده، بتحس قوي. لا فيها الخير. أنا اتذليت يا عمك، اتذليت قوي. حتى ابويا ما شفتوش قبل ما يموت، ما قدرتش شفته. منى حبيبي مين شافه؟ انت عارفه هو جه من السفر على الدفن على طول. ربنا يرحمه بقى. معلش يا حبيبتي استحملي. حلو الوقت يا علي. انا ابويا انا مرتشي وعليه وقع فساد؟ ابويا انا يا انكل بعد العمر ده كله اللي قضاه في خدمه البلد؟ لا يا منى، علي ملوش يد في دي. هو فعلا طلع نادل وخسيس وبيعك اللي وراكي واللي قدامك، بس حكايه ابوكي دي بقى اتمسكت بالارقام والمستندات. يعني ايه؟ بابي ايه؟ حرام، حرام يا حبيبتي. كلنا بنغلط يا ماما. ابوكي بقى مشكلته انه غلط ومعرفش يظبط نفسه. موضوع المرض والعاية والسفر خلى ما يعرفش يظبط أوضاعه. طب وأنا كده إيه؟ واللي عالي أخده مني؟ ما تسيبنيش يا أنكل، من فضلك ما تسيبنيش، أنا ماليش أي حد غيري. طبعا حبيبتي طبعا، معقول نسيبك؟ أنت بتتكلمي إزاي؟ ده أنا قربيك يا مريم. إيه ده يا حبيبتي؟
بس احنا يا منى لازم نتفق. يعني انا بفكر كده بقول حتى لو رجعت لك اللي خده منك علي دوت هيتاخد منك تاني، لانه لا بتاعك ولا بتاعه، ده حق البلد اللي ابوك خده. ويلا بقى علشان ما يتعذبش في تربيته. طب وشغلي؟ ده اخد مني الشير بتاعي اللي في المحطه والفيلا اللي حجزوا عليها. كلمي شركائك فهميهم اللي حصل واتفقوا. اما موضوع الفيلا ده بقى يا ستي، انا هكلم الكسب غير المشروع، اقول لهم ان خليف كان عنده الفيلا دي من زمان، من قبل ما ثروته تتضخم. ايه رايك؟ مبسوطه؟ بس انا خايفه يتعرض لي. وانا موجود يا منى، ما تخافيش يا حبيبتي خالص. روحي البيت واستريحي، وانا من ناحيتي هكلم الداخليه يرجعوا الحراسه تاني. اوكي؟ حاضر يا انكل. ميرسي قوي. بكلميني يا حبيبتي. ها؟ تعوزي اي حاجه تكلميني. مع السلامه. عامل ايه يا حبيبي؟ بتذاكر كويس؟ طب شاطر. لا انا تمام، انا كويس، ما تقلقش. كلها كام يوم وهتلاقيني عندك. المهم انت خلي بالك من نفسك. يلا سلام. وانا كمان. ايه يا جيم؟ مالك؟ مش عارف اشرف. تعبان قوي من ساعة ما رجعت. أول مرة أحس بالتعب ده. طب قمت ليه؟ استريح ونكمل في اي وقت تاني. لا لا تمام. قولي بقى اللي حصل ليلى ده حصل ليه؟ ليلى هددت زيتون بالكلام اللي الواد السفرجي قاله لزين، بان زيتون هو اللي قتل ناصر نوار. وبعدين الواد السفرجي لقوه مشنوق، وفي نفس الليله ليلى وزين اتعرضوا للقتل. طب وزين فين بقى دلوقتي؟ زين مكسوف يكلمك بعد الكلام اللي اتكتب في الجرايد. انا ما قريتش جرايد، مكتوب فيها ايه؟ بيقولوا يا سيدي ان في علاقه بين رئيس النيابه السابق والمذيعه المشهوره، وشويه كلام فارغ كده ملوش لازمه. وزين يعني متخيل ان انا ممكن اصدق كلام الهايف ده؟ كلمه اشرف، كلمه خليه يجي. مفيش حد ممكن يكون اتصل بيها ويهددها بعد ما مريضها اختفى؟ سألتها طبعا، بس مفيش حد كلمها.
واضح ان هم اكتفوا بنقلها من القاهره، ما حبوش يعملوا شنشره يعني. طب احنا مستنيين ايه دلوقتي؟ الكلام اللي حنان قالته لاشرف على الكلام اللي الراجل اللبناني قاله لك مع المستندات دي، يبقى خلاص القضيه اكتملت. دي بلاوي مش مستندات. بقول لك ايه يا البير، انت لازم تفتح الايميلات دي بسرعه. ما تخافش، حتى لو عندهم فاير وول هفتحه لك. ايوه بس خلي بالك ان هم بيغيروها كل شويه عشان التمويه. انا ما عنديش اي مشكله. لا في مشكلتين كمان. الناس دي منظمه مافيا، عمولات وتحويلات بنكيه بارقام فلكيه قصاد كل اسم، وكل ده بيصب قصاد ملف دفن النفايات. ده كلام ايميل وحنان. المصيبه بقى ان رضا بيقول كل ده بيحصل في مصر كمان. تمام. المشكله الاولى لازم نعرف مين دراع المهدي، مين اللي ماسك الحكايه كلها. الليسته ما فيهاش ولا اسم واحد مصري. المشكله الثانيه عايز اعرف ايه علاقه ده بالجهاز اللي كنت شغال فيه. مش عايز اكون زي اللي بيدور على حته سلاح وفجاه بيلاقي ترسانه سلاح ضربت في وشه. يا جماعه تعالوا نمسك الموضوع من الاول. لو هنمسكه من الاول لازم نعرف رضا اختفى ازاي. رضا كان شغال على ملف ممكن ياذي واحد من الناس دول. مش هنقدر نعرف الحد ده غير لما نوصل للدايره القريبه اللي كان بيتعامل معها رضا قبل اختفائه مباشره. اكتر بقى واحد مقلق في الدايره دي كلها هو ناصر نوار. وزيتون بيقتل نوار. بس ده ليه علاقه نسائيه مالهاش صله بملف النفايات ده. وليه ما تقولش العكس؟ ممكن يكون نوار عمل معاهم غلط فقتلوه، وقالوا الموضوع علاقه نسائيه عشان يهجوا الراي العام. قصدك زيتون هو السبب؟ او يبقى هو دراع اليمين للمهدي؟ ممكن وممكن لا. هنعرف ازاي؟ مش هنعرف اي حاجه غير لما نوصل الملف اللي كتبه رضا. يا جماعه المشكله ان لا ربع ولا حنان يعرفوا اي حاجه عن الملف ده. طب يا ربع ما قالتلكش بيشيل شغل المهم فين؟ كان عنده خزنه، دولاب سر مثلا في البيت. مالك يا جمال؟ مفيش انا تمام. يا جمال انت تعبان الصبح. لا لا في ايه؟ تمام تمام. انت تعبان قوي لازم نجيب لك دكتور. على فكره انا عندي دكتور صح، ممكن اتصل بيه يجي بسرعه. لا يا جماعه انا تمام ما تقلقوش. طب احنا هنسيبك تستريح وانا لما اخلص اكلمك. يلا يا جدعان. عايز حاجه طيب؟ تمام يا باشا. ماشي. ياسين. استنى انا عايزك. بنفسك كبير. اوبا قعدوا مع بعض قد ايه؟ كملوش 10 دقايق وسابها وقام. وبعدين؟ قامت تتحرك لوحدها لغايه ما زهقت. وهي فين دلوقتي؟ لسه راجعه كبير. خلي ده معايا شويه. اوامرك كبير. المفاتيح دي بتاعت رضا حلمي. محدش يعرف ان هي معايا. اخته نفسها ما تعرفش حاجه عن الموضوع ده. التلات حروف دول احتمالي واسم بنك. الكلام ده لو حصل يبقى جوه البنك دي خزنه فيها الملف اللي احنا بندور عليه. احتمال وارد طبعا. بس انت ليه ما قلتش على المفاتيح دي من بدري؟ عشان ما كانتش معايا. جمال هتجاوبني بصراحة لو قلت لك المفاتيح دي جات لك ازاي؟ اوتيل ومكان مفتوح وناس رايحة جاية زي ما طلبت بالظبط. بس عايزك تفهم يا رضا حاجة، احنا لو حبينا نأذيك هنعملها في أي حتة وفي أي مكان. لو سمحت من غير تهديد، عشان لو دي طريقة الكلام أنا هضطر أنسحب.
انت جاي هنا علشان تسمع وبس. اسمع رضا، انت صحفي شاطر وكويس وليك اسمك، انا شخصيا مبسوط منك جدا، بس اللي انت بتدور عليه ده هيأذيك وهيضر ناس تانية كتير مهمة في البلد. ناس زي مين؟ قالك اسمع وبس. انت بتحب البلد دي زي ما احنا بنحبها بالظبط، بس كل واحد بيحبها بطريقته. ما تخليش الطرق تتقاطع ومشي الدنيا يا رضا. انت عندك اولاد يا استاذ؟ يعني لو عندك اولاد وشفت اطفال في سن اولادك السرطان بينهشهم واهاليهم واقفين عاجزين مفيش حاجه يعملوها غير انهم يستنوا الموت، كنت هتعرف ساعتها ان حب للبلد دي مش ممكن يتقاطع مع اي طريق تاني، بالعكس كنت هتلاقي نفسك بتساعدني عشان نقضي على المأساة دي سوا. شوف يا رضا، انا عارف ومتاكد ان تحت ايدك ملفات فساد تانية كتير لناس برضو كبار في البلد المهمين، اشتغل عليها واحنا هنمدك بمصادر صحفية كتير قوي يتمنوها. وابقى صحف النظام، اخد الاوردر الصبح في التليفون، اكشف ده وافضح ده وهو كله بحسابه. ها مظبوط، الفرصة دي في مليون واحد يتمناها خيرك. فكر يا رضا، فكر تكسبنا بدل ما تخسر روحك. مع السلامة. دي كانت أول مرة أقابل فيها رضا. يوميها حسيت من طريقته وطريقة أبو العزم إن هو مش هينفذ ولا كلمة من اللي قالها له. ما تعرفش التهديد ده كان مين وراه؟ ما كانت شغلتي. أنا كنت بنفذه بس. حتى بعد ما طلب مني إني أقبض عليه وأسلمه للجهاز. واختفى رضا من بعدها. فجأة لقيت نفسي باخد المفاتيح دي، مش عارف خدتها ازاي وليه، بس حاجة جوايا قالت لي خد المفاتيح دي اكيد هتنفعك. زي ما ساعدتهم ان انا اضيع حقه، حسيت ان هيجي يوم وهرجع له حقه تاني. احساس غريب قوي يا زين، الحاجة وعكسها في نفس الوقت بيحصلوا من غير ما تفهم ده بيحصل ليه. جمال، ممكن كلمتين بس؟ انت ايه يا ابني؟ مش عمالة بشاور لك؟ ايه ده؟ انت رايح حفلة تنكرية ولا ايه؟ ونبي اشرف بلاش استظراف. والله انا عرفت، انت ازاي عاملة كده؟ ازاي عاملة كده ايه؟ انت مش عارف ان انا اتجوزت نوح السباعي ولا ايه؟ اه صحيح، عرفت. طب ونضايق اقول لك ايه دلوقتي؟ الشيخة فريال؟ ونبي اشرف انا مخنوقة وطلعان ايمان امي. بتشرب ايه؟ اكون بشرب ايه يعني؟ درينك. طيب اطلب لي درينك. لو سمحت عايز درينك زي ده. شكرا. ايه بقى الموضوع اللي كلمتيني عشان؟ انا بيتلعب عليا، فلوسي بتضيع مني وانا مش عارفه اعمل حاجه. لا انا مش فاهم حاجه، احكي لي الموضوع من الاول. الزفت نوح قال لي اديله فلوس علشان مشروعه الجديد اشاركه فيه يعني، المهم ان انا عملت كده ومضينا عقود وكله كان تمام، فجاه بقى طلعت العقود دي كلها اوانطه. وبعدين؟ وبعدين ايه يا اشرف؟ بقولك ابن الكلب بيضحك عليا تقولي وبعدين؟
عامل بس فيها شيخ وقال الله وقال الرسول، وهو ياكل مال النبي وبناته. انت لسه واخده بالك بعد ما شقلبك ولبسك لبس الدور وطلعك على المسرح؟ انت ما ينفعكيش حد غير نوح على فكره عشان يطلع عليك القديم والجديد ويعرفك الفرق بين عيشتك معاه وعيشتك مع جمال. لا على فكره انا مش جايلك عشان تبكتني ولا تسمعني كلمتين. لا لازم تسمعي كلمتين. مش انت روحتي صدقتيه واحد دجال زي ده؟ طبعا قال لك احنا بتوع ربنا وبيضطهدونا عشان الحق معانا، مش كده؟ طب هو كان بيتسجن قدامي. بيتسجن؟ سجن ايه يا ماما؟ مفيش حد تاجر بقصص السجن والتعذيب والمعتقلات قد الكبار بتاعهم دول، وفي الاخر بيخشوا يقضوها خمس نجوم. اللي بيتنفخوا بجد هما الغلابه اللي مصدقينهم. ما سالتيش نفسك واحد زي نوح ولا الدجالين ازاي وعمل الفلوس والمليارات دي كلها ازاي ويقول لك احنا متضايق علينا مصانع ومحلات وفلوس بره وجوه وحسابات بره وجوه ويقول لك مضطهدنا؟ يا بنتي كله كذب وضحك على الدقون. وبعدين انت متضايق لان ضحك عليكي؟ هو ده مصير اي حد هيصدقه؟ ليه يحصل فيكي كده يا ليلى؟ مين بيكرهك للدرجه دي وعايز يموتك؟ مين؟ اي حد جواه شر وقبح وخراب يا منى، يوم ما تواجهيه وتعري قصاد نفسه تأكد انه مش هيفكر غير في حاجة واحدة وبس، انه يدمرك. بس اللي انا متأكدة منه انه ما كانش عايز يقتلني، كان عايز نفضل عايشة مكسورة قدامه او بتحرك بقى لزماني بقية عمري علشان يسجني، علشان يخليني عبرة الغير، قد ايه هو قوي وهم، لانه ما يعرفش ان الكسر بيخلق جوانا نوع من القسوه والالم تخلينا انشف علشان نقدر نستحمله. يعني انت عارفاه؟ تفرق في ايه بقى؟ اللي حصل حصل، انت كنت عارفه علي جوزك، تخيلت ان كان يعمل فيك اللي عمله. جوزي من يوم ما رجعت يا ليلى وانا بسأل نفسي سؤال واحد، هو ليه عمل فيا كده؟ لقيت نفسي برضو بجاوب نفسي اجابة واحدة، ليه ما عملش فيا غير كده؟ متستغربيش، اللي عمله علي معايا شوية ما يجيش حاجة جنب اللي عملته فيه من يوم ما عرفني. حتى وهو بيضربني كنت شايفه في عيني خوف، كان بيصرخ من جواه مش مصدق ان هو بيعمل معايا كده. علي يا ليلى شاف على ايديا ذل مفيش راجل في الدنيا ممكن يستحمله، اقل حاجه كان ممكن يعملها انه يموتني. انا عمري ما قلت الكلام ده بصوت عالي لحد، معتقدش اني هقوله تاني. يمكن حتى لو فكرتيني بيه في يوم من الايام هكدبك، بس هي دي الحقيقه. طالما قدرنا نقولها مره يبقى هنقدر نقولها كتير. جمال فين يا ليلى؟ جمال يمس. ايه ساندي؟ ايه بعد سنة يمس؟ ابد. ايه يورجن مشن؟ يو ساندي جنزليون بلاس ندان نين ندا بنسى نصوص برمشتن سنة زلطان بني أولدر مسلينا دن كابول التن
والله شمال بيت مدنا ريا بين السيتي وورد. Neden beni onlara vermedin? Çünkü seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Ama Zalat beni tehdit etti. Ailemi öldüreceğini söyledi. Ya sen? Ya ailem? Ne yapsaydım? Ne yapabilirdim? Niye bana söylemedin? Sen onlara bir şey yapamazsın ki. Sen onlara hiçbir şey yapamazsın. Bana ulaşmak için seni kullandılar. Kamer. Sana yaptığım iğnenin aynısını kendime de yaptım. Ben sana böyle bir hainlik yaparken nasıl yaşayayım? Ama ölmedim işte. Sen gerçekten bunların hiçbirini hak etmiyorsun. Hiçbirini hak etmiyorsun. Bunların hiçbirini hak etmiyorsun. Özür dilerim. Benimle gel. Benimle gel. Hastaneye gitmeliyiz. Zaman. Zaman bitti. فهل لرسالة